أهلا بكم من جديد. تبنى تنظيم الدولة هجوما داميا استهدف مسجدا للشيعة في مديرية سيد أباد التابعة لولاية قندز شمال أفغانستان. وأفاد مراسلو العرب نقلا عن شهود عيان أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في هذا التفجير. بدورها قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر طبية أن خمسين شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 140 آخرون في الانفجار. موعد مع الموت عاشته مدينة قندز شمالية أفغانستان. انتحاري يفجر نفسه في مسجد للشيعة أثناء مراسم دينية فيوقع عشرات القتلى وأضعافهم من الجرحى. أشلاء الضحايا ودماؤهم تناثرت في أرجاء المكان. كان حادثا أليما سقط فيه أكثر من 100 بين قتيل وجريح. لقد تم نقلهم جميعا من قبل أبناء القبائل إلى المستشفيات. نحن نطلب من حكومة طالبان أن تهتم بأمن مدينة قندز حتى لا تتكرر الأحداث المماثلة. حكومة طالبان نددت بالهجوم وفتحت تحقيقا في الحادثة. تفجير قندز يعيد إلى الأذهان سلسلة تفجيرات دامية استهدفت مناسبات دينية للأقلية الشيعية ويسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في أفغانستان. وضع أمني مترد في أنحاء البلاد يستهدف مدنها وقراها وقوات طالبان. حوادث متفرقة يقف خلفها تنظيم الدولة بحسب مراقبين. الجهات التي تقف خلف هذه العملية تريد إثارة الفتن بين الأقلية الشيعة والأكثرية السنية في أفغانستان، وأيضا تريد أن تظهر صورة لطالبان أنها ضعيفة وأنها لا تستطيع تأمين مراكز للأقليات الدينية والمذهبية في أفغانستان، وأيضا طالبان لا تسيطر على الأمن والاستقرار داخل أفغانستان. تهديد أمني حقيقي تشعر به طالبان رغم كشفها خلايا لتنظيم الدولة واستهدافها أخرى في سباق مع الزمن بين فرض الاستقرار وبين انفلات الوضع الأمني. سلمان النجار، العربي، كابول. للمزيد ينضم إلينا من كابول مراسلنا علي رباح. علي، هل من تفاصيل إضافية حول هذا التفجير؟ كما نرصد معك أيضا آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان. نعم جمال، كان يوما مرعبا في ولاية قندوز شمال أفغانستان، حيث وقع الانفجار الذي استهدف مسجدا شيعيا. طبعا بات من المؤكد أن الدولة الإسلامية هي التي قامت بهذا التفجير. الدولة الإسلامية تبنت عبر التطبيقات في تليجرام هذا التفجير، وبات من المؤكد أن انتحاريا هو الذي استهدف هذا المسجد. بحسب المعطيات الرسمية، يعني بحسب السلطات المحلية في قندوز، فهناك على الأقل 43 قتيلا حتى هذه اللحظة، ولكن بحسب معطيات التلفزيون العربي هناك أكثر من 60 قتيلا بحسب مصادر طبية بطبيعة الحال. يعني جمال، كان اليوم من المفترض أن يكون يوما عاديا. عادة ما تكون المساجد يوم الجمعة مكتظة بالمصلين، ولكن كان لم يكن يوما عاديا لأن الشيعة كانوا يحيون اليوم مراسم توديع شهر محرم إن صح التعبير، ويعني طبعا لهذه المراسم خصوصية لدى الطائفة الشيعية، لذلك كان المسجد مكتظا بالمصلين. وخارج المسجد كان هناك الكثير من المجموعات التي تتحضر للخروج بمسيرات. بطبيعة الحال أول الردود السياسية جاءت من حركة طالبان، تحديدا من ذبيح الله مجاهد الذي أولا استنكر بطبيعة الحال هذا التفجير وقال بأن هناك شهداء سقطوا من مواطنين. هذه الرسالة قد تكون رسالة ود للأقلية الشيعية طبعا بعد سنوات كثيرة، بعد صراع دام لسنوات كثيرة بين الطرفين. هذا قد يعتبر جمال هو التفجير الأكبر منذ خروج الجيش الأمريكي أو القوات الأمريكية من أفغانستان في نهاية أغسطس آب الماضي، وأيضا التفجير الأول الذي يستهدف
الأقلية الشيعية منذ خروج القوات الأمريكية، وهو التفجير الثالث الذي يستهدف المساجد خلال هذا الأسبوع. التفجير الأول كان هنا في كابل قبل أسبوع، إذ استهدفت الدولة الإسلامية مسجدا حيث كان ذبيح الله مجاهد يتلقى العزاء بوالدته. أيضا ما قبل أمس، ليل ما قبل أمس، كان هناك استهداف لأحد المساجد في ولاية خوست، واليوم أيضا استهداف لهذا المسجد في ولاية قندوز شمال البلاد. على ما يبدو أن الهاجس الأمني هو الهاجس الأول اليوم لحركة طالبان. نعم جمال، هو الهاجس الأول، لذلك كان واضحا مساء اليوم الانتشار الأمني الكثيف هنا في كابل لعناصر حركة طالبان. هناك الكثير من الحواجز الأمنية في معظم الشوارع، عادة ما تكون هذه التفجيرات لها طبعا يعني تداعيات نفسية هنا في كابل لدى الحركة. نعم جمال. نعم علي رباح، مراسل العربي من كابل، شكرا لك.